السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، جيتكم فيديو جديد أو وصفة جديدة، تحضير السمك وسر نجاحي. عندنا هنا السمك ومرافقة مع لصالات، كيجي روعة وكيجي لذيذ وبنين. وبقوا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نحط الاناء ديالنا، عندي هنا الشرن والسردين. غنشارك معكم الطريقه كيفاش تنغسل الشرن. كنزيد نذبحها من جهه الراس وكنمشي مع بالموس من جهه السلسول كما كتشاهدوا. وكنجي تحت الراس وكنهز ديك الجلفه ديالها وكتمشي معايا بسهوله. كندير هذا نفس الطريقه، كندبحها من جهه الراس وكنمشي مع بالموس كما كتشاهدوا. وكنبقى على هذه العمليه حتى نكملوا. حتى غسلت الحوض، غسلت الشرن والسردين. والسردين ما شاركتوش معكم، كلشي كيعرف يغسلو. ودابا ندوز التوابل. عندي هنا في التوابل المعدنوس والقزبر مقصين، شويه البزار، ثلاثه الثومات مقصين، شويه الهريسه، الكمونه، الملح، الخرقوم بلدي. وندوز دابا نخوي لي مزيت المائده وكنزيد نخلط ديك الشرموله مزيان. كنخلطها مزيان ديك الشرموله، حيت خلطتها مزيان. ندوز نهز واحد الشركه ونعمرها بالشرموله مزيان كما كتشاهدوا. وندير عليها شركه اخرى، كنديروا الاخرى نفس العمليه. كنبقاو على هاد العملية حتى نكملوه ونرجع لكم من بعد. كندوزو نديرو الشرن نفس العملية، ديك الشرمولة اللي بقات معانا كندوزو نكلكمو فيها داك الشرن مزيان كيما كتشاهدو. كيما كتشاهدو خوتي، وبقاو معايا مكملتو ورجع معكم من بعد. حيت كملناها البنات، حتى نخلوه حتى يشرب ديك الشرموله ديالو باش كيجينا لذيذ وبنين. كنخلوه 15 دقيقه حتى يشرب الشرموله ديالو ونرجع معكم من بعد. دوزو نوجدو لاصالات ديالنا. كنحتاجو فيها 3 خزوات وجوج بربط وجوج بطاطات. وهانتوما كيما تشاهدو نديرو فيها الطنجره وندوزو نسدو عليهم ونردوهم يطيبو ونخلوهم شي دقيقة هما كيطيبو وانتوما معانا. حيت طابت لنا الخضرة ديالنا كنديروها في هاد الشبيكة وكنخلوها حتى تبرد وكنخلوها على جناب. كندوزو نديرو المقلة فيها الزيت
وكنخلوه حتى تسخن. عندينا السميدي فيلي والحوت ديالنا راه شرب ديك الشرموله ديالو مزيان. دابا ندوزو نكلكمو داك الشريكات في السميد كما كتشاهدو. هاد السميدي فيلي راه كتجيب الحوت مقرمش وزوين ماشي بحال الدقيق. انا ديما كنستعملها البنات، عودوا استعملوها ديما، انا كنستعملها في الحوت. او كنبقى على هاد العمليه حتى نكملو، وهانتوما معايا. كندوزو نقدمو لاصالاد ديالنا. كنقطعو البطاطا قصيصات أو كنضيف عليها واحد شوية المعدنوس أو كندير عليها واحد القدر طول الحامض، كيجيبها لذيذة أو بنينة. كنضيف عليها شوية الملح على حسب الذوق أو كنضيف عليها زيت العود كيما كتشاهدو، أو كنضيف عليها واحد شوية البزار. نحيد هاد العشق الصغيرة ونجيب وحدة كبيرة أو كنزيد نخلط دوك المكونات. حيت خلطناهم ندوزو نقدموهم. قطعنا الخيزو توا قطيعات صغار أو كنضيفو عليه شوية الملح على حسب الذوق، أو كنضيفو عليه داك شوية زيت العود اللي بقى لينا، كنضيفو عليه مايونيز، كنزيد نخلط دوك المكونات. أو كندوز نقدمو. هاد الخضرة البنات اللي كتكون مسلوقة في الماء وما محيداش ليها الجلفة كتكون صحية ومنفعة. وكنقطعو البربطة هي قصيات صغار وما كنضيفو عليها والو، كتكون هي حلوة. كنخلوها على طبيعتها أو كنبقى على هاد العملية حتى نكملهم ونرجع لكم من بعد. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ومرافقين مع لاصالاد، وراه كيجي لذيذ وبنين والحوت راه صحي ومنفع. ولا عجبكم هاد الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تدعموني بلايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. بسلام عليكم، إلا فيديو قادم بحول الله.